اللي يحبوا الروس بزاف راح يعجبهم. بسم الله نبداو لي ريسيت على هذا الكبير. يبقى ان بارتي ميجيغو هو اللي فيه بزاف اللحم، ما فيهش العظم، نقطعوه مرصوات صغار. نزيد في المرميطه نقلو اللحم تاعنا مينيموم 5 مينيت. بعد ما خلينا لافيون تاعنا تقلى مليح حتى وني بان الفون تاع المرميطه تحمر شويه، نزيدو عليها حبه بصل اشي رقيقه. دوك نحطو لي زيبيس هذوما الجافين نقلو معاهم مليح، نزيدو عليها مجموعه توابل، ملح فلفل كحل شويه كركم زنجبيل والكيري، ونخليها تقلى شويه. نرقو دوكا بالماء سخون ونخلوه يطيب ساعه مينيموم. بعد اللحم تاعنا راهو يطيب، نجيبو روس بسمتي نغسلو 5 فوا سيفو حتى يولي الماء تاعو صافي باش ما يتعجنش. درك باش يجيكم روس تاعكم على حبه وما يتعجنش، هنا الروس غسلتو وزنتو رطل، وعندي الفوم بعد ما قطرتو كيف كيف يوزن كيلو، يعني الضعف تاعو رطل مع كيلو سواسو باش يخرج لكم ناجح. نحطو دوكا ديريكت الروس يتحمص. الحاجه اللي بقات لنا دوكا نحمصو غير شويه روس، نديرو زبده في المرميطه نحمصو 5 مينيت، نمرقوه بالماء هذاك اللي طاف فيه اللحم، نخلوه يطيب 2 مينيت على النار هاديه، وبسم الله ما شاء الله راه واجد بارفيميوه بشويه معدنوس ولا حشيش او بصحتكم. شوفوا والله يبان شحال راهو شاهي، جربوا الروس هذه على بالي بزاف راح تعجبكم. بسم الله